يا مساء الخير، شلونكم؟ شو اخباركم؟ توني طالعه من البيت، توني طالعه بالحق ابو احمد، بنروح شو اسمه مودي سيارتي ودعها خلاص. يعني سيارتي جزاها الله الف خير 5 سنين الحين حبيبتي، والله بنروح نودعها، بروح ابيعها وخلص اوراق معاملتي الثانية مالت السيارة. بس والله ماخذة النور معاي، واحمد ماخذ احمد وياه، هو طالع قدامنا احنا حكينا. والجو برا برد، صج برد بارد، الله يشمر. ماي شعري فيلم طبعا، والشيب قاتلني، بس ابي اروح، ابي افضل والله، ابي يكون عندي وقت الصبح اروح، ولا ظهاري اروح شو اسمه الصالون، اروح اصبغ شعري ولا اشوف. وانا هم ما ادري شنو موضوع المسلسل، راح يمشي معي الباروكة، تمشي ولا ما تمشي ما ادري. عشان كذي مو قادرة اخذ اي اجراء تجاه شعري، مو قادرة، ناطرة الوضع شوية، تشوف شنو وضع المسلسل. ان شاء الله يوم السبت المفروض خلاص عنديش تصوير، اذا الله رد يوم السبت ما ادري. والله شنو الموضوع الجديد اللي صاير، سالفة ان انت قاعدة يرن عليك رقم، نفس الرقم اللي انت سيفتها، ويقولوا لك يعني كل واحد يطلع له بموضوع. انا قبل يومين كنت يوم مودة لهال العام الساعة 5 وشي، انا اتصال رقم ما يلعيدان، انا كنت يعني انا ما شفت التليفون، كنت قاعدة العب لهال. المهم تليفوني بالجنطة، بعدين كان اقوم اشيك شيك من فترة فترة على تليفوني، قاعد طالع، انا قاعد اريح، الياهل قاعد يلعبون، قاعد اشوف تليفوني. ولا ليلى عبد الله داق علي يمكن ما ادري كم مرة، بغى يدعمني حسبي الله على بليسك. كلش مو وقته، راح ابيع السيارة تكفى. استغفر الله، فضح قلبي بعد، خو مو ماسكة تليفون. طير ام السالفه وقسم بالله، استغفر الله. المهم حول، انا لاحق ابو احمد وما ادري ايش السالفه، ما ادري. المهم اقول لكم، كان تقوم ليلى عبد الله داق علي مشكله، قلت ايش فيها؟ ولا دازت لي واتسابات شيء، ما يلعدان فيها شيء، قوم وادق. جود مي داقه مره واحده الساعه 5 وشي، وليلى داقه 1000 مره، فيعني مو ببالي شنو في صاير. كان اقوم ادق على ليلى، قلت لها ايش فيك؟ ولا مسكينه منفضخ قلبها، شي ما فيك؟ قلت لها ايش فيك صاير؟ شو تقول مي وينها؟ قلت ايش دراني مي وينها؟ ما ادري. كان تقول لي صاير شفيج، تقول لي قاعد يرن تليفون مي، دق علي تليفون رقم مي، ورديت عليها ولا واحدة، استغفر الله يا رب، استغفر الله يا الله، نعم لك ما هالناس شنو يحسون في، ولا واحدة تقول لها ان مي العيدان مسوية حادث، بسم الله عليها، مسوية حادث وتعالوا استلموا جثتها. مسكينة ليلى من خبصة، تعالوا مستشفى الصباح اخذوا جثتها. حول ولا قوة الا بالله، يعني انا ماني فاهمة الناس شلون يسوون كذي. لا يعني كان اقول حق ليلى سؤال، يعني تقول عليك انت ليش؟ يعني هذه اكيد خطة،
اكيد يعني هذيك ليلى مسكينه خبله ما ادري ايش السالفه فمخترعه. قلت لها ليلى زين، كان اقول لها ليلى مجنونة انت يعني ما ادري احس الله لا يقول اذا في شيء ليش يقول عليك انت يعني تكون على هالمية هلا موجودين الحمد لله فيعني ليش يكلمونك مو منطقي يعني الموضوع كلش مو منطقي. شو تقولي ما ادري ما ادري شو ما قلت لها سكي سكي خل انا اشوف الموضوع المهم انه يعني حاش يعني اي كان لو انكم تدرون ان هذا الانسان تصرفه مليق والنداق يخرع لوادم وحركاته بايخة بس هم يعني شوية تحوشكم هذه الشكة فحشتني هذا. قلت حق ريلي ابو احمد كان معي قلت له ابو احمد ما ادري شي دقي قلت لها الحين انا يعني طبعا هذا كله الاحداث سريعة كان اقوم وادق ادق 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 دقيت اول مرة على ما ردت كان اقول ها في شيء كان ارد ادق مرة ثانية والله كانت ردت علي المهم ردت علي ولا مي كان اقول لها الو شويتش شو ترد علي؟ إيش فيك؟ قلت لها ماي أنت فيك شيء؟ شو تقول لا ما فيني شيء أنت اللي داقة؟ قلت لها الحمد لله دام شفتها شيء الموضوع ضحك قلت لها صدقين صاير كيت كان تقول لي إيه هذا ظاهر برنامج جديد حسبي الله على من اللي مسوي ما أدري شنو البرنامج اللي يلوع الجب يعني ما أدري شنو هذا ف. ديروا بالكم بليز يعني هالبرامج هذه النوعية من هذه البرامج لا تنزلون لنا يقولون ان هذا البرنامج اللي ينزله بتليفونه يسحب كل معلوماته بياناته صوره كل شيء فديروا بالكم انا ما ادري شنو البرنامج صراحة بس انه شيء كذي فديروا بالكم منه والصراحة يعني ما ادري اللي مسوي البرنامج هذا شنو كان يحس فيه قطع برنامج خايس يلوع الكبد بس والله فموضوع منتشر هذي كان قاعد اشوف هم نهى نبيل مسوي فيها نفس الموضوع يعني جت مصاخة يعني والله مش السالفة المليقة تكتكون من ارقام من نفس الرقم المشكلة ان مسيب عندي انا نفس الرقم ودقيت على ما تقول انت اللي داقة انا مو داقة عليك